اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل معايا واحد من نجوم النادي الاهلي، لنتكلم معاه عن البطوله الافريقيه، نتكلم معاه ايضا عن مباراه يوم الجمعه ان شاء الله في السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك، وهنتكلم معاه عن مشوار النادي الاهلي في الدوري العام، وهو نجم مصر ونجم النادي الاهلي. الكابتن محمود صالح، كابتن برحب بحضرتك. الله يخليك كابتن، منور يا كابتن. الله يخليك يا عمر، صحتك ايه؟ الحمد لله. هنتكلم يا كابتن في الكورة، لكن قبل الكورة عايز أعرف رأي حضرتك في تكريم 125 بطل في حفلة أعتقد تليق باسمه ومكانة النادي الأهلي، ودي مش حاجة جديدة على النادي الأهلي إن هو يكرم أبنائه اللي حصلوا بطولات سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات بشكل مختلف. ده شيء جميل وشيء طبيعي، ودي يعني من سمات النادي الأهلي تدعيم المنتخبات الوطنية الحقيقة بأكبر عدد وأكبر أبطال على المستوى الدولي، زاد زي ما حضرتك قلت البطولات اللي هي على المستوى المحلي والمستوى الدولي برضو في تمثيل لبعض اللاعبين للنادي الاهلي. لا يعني تكريم كويس مفيش شك، بيدي دفعه للرياضي. حته مؤمن يا كابتن، راي حضرتك فيها ايه؟ كان في حته تكريم لمؤمن ان كان في اغنيه وفي عرض على الشاشه وان مجلس الاداره يعني سقف، وحته معنويه كويسه لمؤمن قبل ما يسافر المانيا، شايفها ازاي يا كابتن محمود؟ اتمنى له الشفاء العاجل الحقيقه باذن الله. على فكره مؤمن كان الفتره اللي لعبها كان مؤثر جدا مع النادي الاهلي طبعا، وساهم بشكل كبير حقيقي في فوز النادي الاهلي في البطولات طوال السنوات السابقه القريبه الحقيقه، ودوره كان دور مهم الحقيقه، وانا شايفه من اللاعبين، انا مش بجامله الحقيقه، انا ده احساس حقيقي طبعا، وده يعني كان من اللاعبين المخلصين للنادي الاهلي الحقيقه. قدره، انما ان شاء الله يعني كلنا بندعي له، يعني في ملايين بيدعوا له اكيد، يعني ده يا كابتن بسم الله ربنا يستجيب لنا ان شاء الله. يعني نادرا لما نلاقي لاعب كره قدم يكون عنده يعني محنه او اصابه، وتلاقي كابتن الناس بتحبه قوي تقف جنبه كده. اللي انا شفته مع مؤمن ده موضوع غريب جدا، موضوع كابتن عجيب، يعني الناس كلها بتدعي له وتقف جنبه، والجمهور يروح له تحت البيت، يعني حركه جمهور الاهلي راح له تحت البيت ومؤمن نزل لهم. فده كابتن لما بيحصل كده اعتقد ان ده بيساعد اللاعب نفسي جدا جدا على انه يرجع من الاصابه في الحته اللي هي المعنويه والنفسيه. هو مفيش شك النادي الاهلي دايما تلاقي نجومه مرتبطين بالنادي قوي، جماهير النادي الاهلي تلاقي مرتبطه باللاعب ومرتبطه بالنادي قوي، الروح دي جميله. يمكن مش عايز اقول بننفرد بيها، بس على الاقل يمكن هي سمه مهمه من سمات يعني الاجواء، اجواء النادي الاهلي بين جماهيره وبين المسؤولين وبين اللاعبين، دايما الاجواء دي موجوده الحقيقه. وحتى اللعيبه اللي بتعتزل وبتقعد فترات طويله بعيده عن النادي وبعيده عن الاعلام، بتفضل دايما شايله الذكريات الجميله مع النادي وارتباطها بالنادي. ويمكن جت حاجه في ذهني برضه دلوقتي، كان معايا يعني صديق جارنا وصديقنا المهندس سعيد حامد الحقيقه، ده عايش في لندن بقاله اكتر من 40 سنه، فمره دخل معايا النادي فلقى الناس بتسلم عليا، يعني بتسلم على اللعيبه القدامى، فقال لي ده بره مش كده خالص، قال لي اللعيب مجرد اللعيب ما بيبطل خلاص علاقته بالجماهير حتى بتكون منتهى. كان مبسوط قوي، الناس بتشوف اللعيبه القدامى، وجي لعب معانا في فرقه الشمس بقى في دايما اللعيبه القدامى بتاعتنا، فلقى الجماهير، كان في ساعات في نفس التوقيت كان تدريب للنادي وفي جماهير وكده، فلا بيسلموا على اللعيبه القدامى وحافظينه وما عارف، قال لي الروح دي مش موجوده بره، مجرد ما اللاعب بيبطل خلاص يمكن علاقته بالجماهير بتبقى ما بتبقاش فيها تواصل زي هنا. قلت له لا، هي الاجواء بيتميز بيها النادي الاهلي. بس يا كابتن حضرتك بتتبسط لما تلاقي نارك، يعني شوف حضرتك مبطل بقالك كام سنه كابتن محمود، وجمهور الاهلي دايما لما بيشوفك يسلم عليك ويطمن على صحتك ويشوف ويعرف اخبارك ويقول لك يا كابتن محمود حضرتك فين مختفي، يعني ده كابتن اكيد يعني دي العلاقه الطيبه، وايضا دي جوه كابتن محمود صالح يعني بتحسسه ان هو الجمهور الاهلي ده مختلف عن اي جمهور. طبعا هي روح، دي روح المصريين الحقيقه، روح الحنين دايما للذكريات والعلاقات الطيبه بين الناس وبعضها جميله جميله يعني الحقيقه. كابتن محمود، ماتش اهلي وكانو سبورت، احنا عايزين مش هقول حاجه تابعتها ازاي، يعني احنا احنا سمعنا احنا ما تابعناش، عرفنا اهلي كسب 2-0، يعني التشكيله الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، متولي، معلول، السوليه، وحمدي فتحي، الشيخ، وقفشه، رمضان صبحي، ومرام محسن، ده كان تشكيل النادي الاهلي اللي بدا بيه المباراه. يعني احنا صعب نتكلم عليها فنيا، احنا هنتكلم يا كابتن محمود دوري الابطال، مباراه في دور ال 32، مباراه خارج ملعبك كسبت 2-0، عندك مباراه يوم الجمعه سوبر، هل حضرتك شايف ان المباراه نتيجتها وان هي دور ال 32 ممكن تخدم النادي الاهلي، وان هي هتدي له دفعه معنويه كويسه قبل ماتش يوم الجمعه اللي جاي، وان هو ممكن تخفف عليه التفكير في مباراه العوده؟
لازم يكون طبعا بنفس التركيز ونفس احترام المنافس يعني. طبعا يا كابتن مفيش شك. احنا مره خرجنا من البن الاثيوبي تمام تقريبا كان الـ الـ في الخارج كانت 0-0 وهنا تقريبا كانت 1-1 وخرج يعني بس كان ليها ظروفها طبعا لان العناصر الاساسيه كانت بتلعب البطوله العربيه في تونس تمام. انما مهم جدا احترام المنافس تحت طبعاً. اي ظروف مهم تاخد الموضوع بجديه. انت الجديه مطلوبه في التدريب حتى مش مباراه رسميه. انت بتنزل الملعب سواء تدريب او مباراه وديه او مباراه رسميه لازم تاخدها في منتهى الجديه. المباراه طبعا هتبقى الى حد ما ان شاء الله الفوز يعني ان شاء الله نحققه بامكانياتنا. انما الفوز خارج الملعب بقى لنا فترات طويله الحقيقه. انا مش متذكر اخر مباراه يمكن ما انا كابتن قلت النادي الاهلي بدا ان هو يرجع لنا نغمه الفوز بره ملعبنا وجوه ملعبنا في افريقيا. النادي الاهلي متعود على طول دايما ان احنا نكسب بره وجوه. مفيش حاجه اسمها نكسب على ملعبنا وبره نعمل نتيجه يعني ايجابيه تعادل بقى نفوز 1-0 لكن ده الطبيعي يا كابتن محمود. طبعا يعني الهيبه تعود ثقه اللاعبين في بعضهم تبقى ترجع تعود. الجهاز الفني الجديد يبقى فيه ثقه متبادله بينه وبين اللاعبين برضه نقطه مهمه. لازم فريق البطولات لازم الثقه متواجده بكل العناصر الموجوده فيه. دي نقطه مهمه جدا. التشكيله كابتن اللي احنا شفناه مع اول مباراه لمستر ريني فايلر المدير الفني السويسري الجديد، هل حضرتك شايف التشكيل في بعض التغيرات اللي هو كان شايفها وشايف ان الفريق محتاجها من الناحيه الفنيه، ولا ممكن كمان يكون في تغيرات اكتر على مدار المباريات اللي جايه وممكن نتكلم على مباراه نادي الزمالك؟ كل مباراه ليها هدف وليها تفكيرها وليها اسلوبها وكل الحاجات دي بتاخدها بنبتدئ امكانياتك انت كفريق وامكانيات الفريق المنافس. وايه الهدف من المباراه؟ هل بتلعب على بطوله؟ هل بتلعب خارج ارضك؟ التعادل بالنسبه لك يبقى مرضي؟ كل النقاط ديت بتدرسها كجهاز فني وفي النهايه بتحط التشكيل المناسب اللي بيناسب هذه المباراه. ممكن يا كابتن محمود نتكلم على كام في المية من قوام الفريق اللي يبقى ثابت في كل مباراه وتلعب على الجزء الباقي اللي يبقى فيه تغيرات من اللعيبه؟ هل بنتكلم في 75% مثلا ثابت من التشكيل الرئيسي؟ يعني ممكن مثلا 7 لعيبه يبقوا ثابتين والتغيير يكون في 3 لعيبه؟ برضه هي مختلفه يعني. يعني على سبيل المثال انت فزنا في خارج ملعبنا 2-0 مثلا عندنا مباراه العوده في القاهره، ما في توقيت زي دوت في الظروف زي ديت انا لو عايز اجرب لاعبين اديهم الثقه، ادخل ناس في المنافسه، ادخل ناس في الفورمه الرياضيه، اجرب بعض اللاعبين احطه تحت ضغط في مباريات رسميه. لا يعني المباريات العوده دي ممكن اغير بنسبه كبيره، ممكن اغير 40% مثلا، ممكن اغير 4 لاعبين، ممكن اغير 5 لاعبين. خصوصا ان احنا بادئين بالنسبه للجهاز الفني جديد وعايز يعرف امكانيات اللاعبين. المباريات الوديه مش كافيه. التدريب مش كافي، يدي مؤشر. انما في النهايه انت حضرتك عارف صح. في لاعبين في تحت الضغوط ممكن تفقد جزء من مستواها الحقيقي. وفي العكس بقى. في لاعبين ما تحط في ضغوط يدي مستوى اعلى من المباراه الوديه واعلى من التدريب. يعني بتختلف من في فروق فرديه بين اللعيبه وبعضها مش في المستوى الفني بس، حتى من الناحيه النفسيه، من ناحيه الاراده، الصفات الاراديه، من ناحيه التركيز والتفكير، هتلاقي في لعيبه برضو في نقاط مختلفه يعني هي مش مستوى فني بس. في الظروف دي انا شايف ان هو ممكن يغير 3 لاعبين اذا اعتبرنا ان دي التشكيله افضل تشكيله هو لعب بيها المباراه. انما برضو هي برضو مباراه خارج ملعبنا ليه اعتبارات وعلى اساسها بيحط تشكيل معين. نتكلم في ايمن اشرف رسمي خارج المباراه، هل تعتقد حضرتك انه لو رامي ربيعه تم شفائه هل ممكن يتم الدفع بيه ولا ممكن ياسر ابراهيم يخش كمساك جنب متولي بما انه يعني انا شايف ان الاثنين لعبوا مع بعض في منتخب الشباب ما لعبوش مع بعض في انديه، لكن ممكن يكون جاهزيه ياسر ابراهيم انا ما اعرفش دماغه عامله ازاي لكن بفترض مع حضرتك. هل ممكن يدخل رامي بما انه رامي واحد من اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب ولا ياسر عشان جاهز ورجليه في الملعب وبعيد عن الاصابات بسم الله ما شاء الله ممكن يكون ليه الاولويه؟ هو يعني بالنسبه لرامي ربيع الحقيقه او اي لاعب مصاب يعني يفضل طبعا الجهاز الفني لا يكتفي بالمباراه بالتدريب انما لازم يشوفه في مباراه وديه. طب الاهلي يلعب الاهلي يا كابتن ما عندوش وقت يلعب مباراه وديه، بالتالي هل حضرتك شايف ان ياسر هو الاقرب انه يلعب مباراه الزمالك؟ اعتقد هو الاكثر جاهزيه طالما ما فيش مباراه وديه. رامي ربيع بقى له فتره مصاب وبقى له فتره بعيد عن المباريات الوديه والرسميه. اعتقد يبقى التفكير
يعني ياسر ابراهيم يكون هو اللي الافضليه. رايك في عوده احمد فتحي التشكيل الاساسي بعد ما كان بعيد لفترات اخيره مع مستر لصاتي وعودته للتشكيل؟ هل حضرتك شايف احمد فتحي قوه كبيره؟ وجود هو محمد هاني في ناحية اليمين وايا كان منهم مين موجود ده بيدي ثقه وحماس وقوه للناحيه اليمين. طبعا في الشك احمد بخبرته على مستوى النادي وعلى مستوى اللعب الدولي الحقيقه ما فيش بيمثل قوه كبيره للنادي الاهلي. خبرات اللعيبه الاصغر بيستفادوا منها الحقيقه. الخبرات اللعيب الكبير اللي له خبرات كبيره الاستفاده منه مش ناحيه فنيه برضه. مهم يكون متواجد قيادات في النادي، مهم يقدر يواجه النصيحه، يقدر بتاريخه واسمه بتبقى كلمته محترمه في وسط زملاته، يقدر توجيه سواء في الملعب او خارج الملعب. يعني دي نقطه برضه تضاف بجانب التأثير الفني للعيب. يمكن يا كابتن النادي الاهلي الفتره الاخيره تعاقد مع مجدي قفشه، دخل في التشكيل بسرعه، ادى بشكل كويس جدا، اسيست، مجهود رائع، عارف ينسجم بسرعه مع زمايله، وجوده في التشكيل الرئيسي لمباراه افريقيه خارج ملعبك، هل ده تتحسب للمدير الفني ولا اللعيب ليه دور في ان هو يجهز نفسه بسرعه ويكون موجود في الملعب وان هو يعرف يأدي مع زمايله وكمان الجمهور يكون راضي عنه؟ دي حاجه مهمه جدا. هو ما فيش شك لما دخل التشكيله الاساسيه يبقى هو في ثقه من قبل الجهاز الفني، فدي تحسب للاعب. يعني المدير الفني احيانا بيبقى في لعيب خارج من راجع من اصابه، لعيب حاسس ان هو في يعني بعيد عن فورمته الرياضيه، بعيد عن المستوى الاساسي، ممكن يجي في وقت، مش عايز اقول مجامله، انما هو عايز يدخله في المنافسه برضه. يعني احنا مش هنجيب بطولات غير ما يكون في تنافس حقيقي بين اللاعبين في مختلف المراكز. وده وضع طبيعي، اللاعب اللي بيشعر ان هو فترات طويله ان هو اساسي، واللاعب اللي بينافسه في مركزه وبعيد عن مستواه وهو فارق بشكل كبير، وده بيبقى خطا طبعا. من مش بقر بيه يعني ان هو دايما بيحصل بشكل طبيعي او في اغلب الاحيان، ان هو ما فيش شك مرفوض يعني. انه اللاعب يشعر ان هو اساسي وفي اي وقت هو المتواجد وهو الاساسي وهو اللي هيلعب. لا، مهم جدا، لازم اللعيب يشعر ان البديل اللي موجود ده لا قادر على يمثل النادي الاهلي، وهيجي في وقت بيبقى في وقت بيتفوق عليه، لان انت مش هتبقى في فورمتك الرياضيه طول الموسم. ولازم تكون مستعد انت. صح. يعني حتى انت لو انت مش اساسي وبتجاهد وتبقى قريب من اللاعب الاساسي عشان تاخد دورك وتثبت وجودك انك تقدر تمثل النادي بشكل اساسي، تاكد ان اللعيب الاساسي ده هيجي وقت مستواه هيقل وهيجي دورك، بس من المهم ان انت تكون مستعد للحظه ديت. هل الكلام ده كابتن ينطبق على احمد الشيخ؟ ان احمد الشيخ دايما كان مستعد ودايما كان بعض المدربين ما حدش بيديله فرصه، لكن اللاعب كان بيشتغل على نفسه دايما، كان متالق سواء في التدريبات او في الماتشات الوديه لحد ما حجز مكان وقدر يقنع مستر لصاتي في يعني ايامه الاخيره قبل ما يتم اقالته. ايضا مع قدوم مستر ريني فايلر اعتقد ان احمد الشيخ واحد من اللعيبه اللي زي ما بنقول في الكوره اندر ريتد، يعني لعيب كويس قوي لكن مش واخد حظه فنيا جوه الملعب. هياخد، بس مهم الاستمراريه بها بالظبط يا كابتن في التدريب وفي المباريات الوديه، وبالتالي لما تشترك في مباريات رسميه. انا ما يعني انت مش هتبقى في فتره معينه تبقى بتوصل للتوب فورم الرياضيه بتاعتك كامله يعني، وتيجي تبعد يعني ادائك او مستواك او فورمتك الرياضيه تقل شويه. هتدي فرصه الراجل اذا كان اساسي يرجع تاني ويعود، او اللي بينافسك في المركز ده يعني ياخد فرصته وهو اللي يبقى اساسي. دايما دايما انت بتلعب على اساس انك هتشترك في المباراه، ما يبقاش تفكيرك سلبي. انا عندك ثقه في نفسك، انا بادي، انا قد اكون بعيد عن التشكيل بقى لمباراتين ثلاثه اربعه، انما انا اللي هلعب المباراه اللي جايه. انا اللي هلعبها، انا اللي هلعبها، ان شاء الله هيبقى ليا دور. دايما تدي لنفسك كده يعني ايه تاثير ايجابي مع نفسك عشان تطلع كل طاقتك في التدريب وكل طاقتك، تفرض نفسك، وفي نفس الوقت لو جات لك الفرصه وربنا لا يعني مش هيضيع مجهودك، مفيش شك. مهم جدا الاستمراريه في الاداء بشكل جدي. كابتن هناك لاعبين على العكس، ما اقدرش اذكر اسماء معينه يعني ما ينفعش، انما ادى فرصه ان هو جات له الفرصه وما استغلهاش. عشان تجيلك فرصه ثانيه هتاخد وقت كتير. دورك، تستنى دورك.
بالظبط بالظبط. وممكن بعد كده تبعد عن النادي الاهلي وبعدين تبقى تاثير بقى وانا فرصتي انا ما بحبش كده. وما بحبش يقول لك اصل المدرب بيتعمد واصل المدرب واخد موقف ضده اصل اصل انا مظلوم اصل انا. بالعكس اللاعب اللي بيشعر بيمر بالظروف ديت خش في تحدي مع المدرب افرض نفسك. احنا في ناس كتير من جيلنا كانت كده. المدرب ممكن ما بقاش عايزه يعني. انا اسف بتكلم بقى موقف اول موقف شخصي بعد اذنك. مستر فايز اول ما جه ما كانش عايز ايدنا. كنت بقالي 8 سنين بلعب اساسي في النادي الاهلي. ليه يا كابتن؟ سنه 88. لحظه بس ليه يا كابتن؟ اهو هو حد قال له حاجه؟ طيب مش مقتنع يعني بدايه فتره الاعداد. يعني هو في فتره الاعداد مش مقتنع بكابتن محمود صالح. تمام. اشتغلت على نفسك يا كابتن محمود؟ طبعا. قاتلت. عملت ايه بقى يا كابتن؟ قاتلت في التمرين الحقيقه. قاتلت. كنت اخش مثلا احس ان انا اكمل جزء في الجيم مش عارف احافظ على نفسي بقدر الامكان. التمرين بأديه بشكل جدي. وجات لي الفرصه الحقيقه. جات لي الفرصه ازاي؟ كان الكابتن حرص الكره كده في التقسيم. انا بقى طبعا مع الفرقه البديله بيطلع بيلعب كره بهيد وراح جه انكل اصابه في الانكل وانا خدت الفرصه. بس حضرتك ركبت ما نزلتش ولعبت كل الماتشات على فكره. لا عشان كده بقول ركبت. شوف لو انا مش مستعد لها. لا طبعا يا كابتن خلاص هتتكشف بلغه الكوره. بالظبط هيبان على حضرتك انا غير مستعد. انا كنت دخلت في تحدي مع راجل كان دايما هو اللي قدامي. انا هو وصورته قدامي. بس يا كابتن بتبقى فرصه للمدير الفني ان هو يكون مستني للاعب اللي عايز يلعب ده اي في مباراه عشان يلعب ويقول له وريه نفسك بقى. في النهايه انت بتفرض نفسك. صح. ما انا بقول لك وريه نفسك انت هتعمل ايه. بالظبط بالظبط. طيب هل يا كابتن يعني بما ان حضرتك في منصب اداري ليه علاقه باكتشاف مواهب. هو فني مش اداري. ما هو ما انا بقول لك يعني اداري ليه علاقه بالمواهب اكتشاف المواهب. فني طبعا ان يعني الاثنين مع بعض حضرتك بتكتشف او بيكون مسؤول عن اختيار اللعيبه. كابتن مجموعه طبعا كابتن ناجي الخليل طبعا 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 كابتن حمدي ابو الراد وكابتن صديق جمال. اختياراتكم يا كابتن للعيبه النادي الاهلي اللي دايما بتختاروها وده الكلام بينطبق على لعيبه النادي الاهلي الفريق الاول. الناس بتقول لعيبه النادي الاهلي دول لازم يكون لعيبه عندهم شخصية مختلفة، بيعرفوا يتحملوا ضغوطات، يعرفوا يتحملوا وجود الجمهور في الملعب، يعرفوا الكلمة الشهيرة تشيرت الأهلي ما تبقاش تقيلة عليهم. يعني إيه يا كابتن محمود الكلام ده وإزاي حضرتك بتحط في اعتبارك وحضرتك بتيجي تقيم كده ماسك ورقة وقلم أو كلجنة بتقعدوا تقيموا لعيب بتعلموا على إيه ومش بتعلموا على إيه؟ هو بص إحنا عندنا ورقة تقييم فنية داخل فيها النواحي النفسية والنواحي الذهنية موجودة. بالزبط. يعني تقريبا منها فيها 28 نقطة 30 نقطة. أعتقد طبعا الدفاع لوحده ليه ورقة لوحده. خط الوسط خط الهجوم وما فيش شك طبعا حراسة المرمى ليها نقاط لوحدها. عشان أنصب الفضل لصاحبه يعني. طبعا أنا كنت أخدتها الحقيقة كان حاططها الدكتور محمود سعد على الجروب بتاعنا. جميل الجروب بتاع لا لا دكتور الدكتور محمود من الشخصيات المحترمة جدا الحقيقة وأنا استفدت منها بيها راجل علامه يعني. طبعا مفيش شك يعني ندي طبعا يا كابتن كل ذي حق حقه طبعا يا كابتن. وشفناه ممكن تعدل فيها انت. ممكن تغير مش تغير تضيف بنود جديده تعدل البند متاح يعني. هي مش تبقى يعني 100%. صح. ممكن واحد يكون له وجهه نظر صح ويضيف نقطه في صح. في العناصر اللي يجب ان تكون متوفره مثلا في حراسه المرمى. ودي بتسهل لنا كتير الحقيقه. عارف لو احنا لو انا مثلا معايا كابتن ناجي خليل شاف لعيب او كابتن حمدي ابو الراضي او كابتن صديق ساعات بنروح مثلا اثنين مش واحد. لما بنمسك كده هي فيها نقاط من واحد لخمسه درجه واحد درجه كل درجة. واحد بيعلم لوحده. مثلا في الاخر بالظبط يعني خمسه ممتاز. اربع درجات من خمسه جيد جدا. ثلاثه من خمسه مثلا جيد جيد بالظبط مقبول. ايوه بالظبط متوسط. بالظبط. لا بنتفق في 98% منها. دي بقى دي دليل ايه بقى؟ ان في تلاقي افكار وان انتوا نفس العقلية. وفي نقطة تانية صح ان الورقة دي ورقة تقييم سليمة. صح يعني كتقييم تقييم سليم لان احنا انا وانت بنتفرج وبندي نفس الدرجات تقريبا في العناصر الموجودة. يبقى الورقة دي محترمة واحنا بنشتغل بيها. حتى اديناها لقطاع الناشئين وبيشتغلوا بيها شغالين عليها كابتن. شغالين عليها. ايه تاني؟ كابتن محمود طيب دلوقتي حضرتك اختيارك للولد الصغير هل بيختلف عن اختيار حضرتك وتقييمك للاعب الكبير؟ يعني حضرتك لو تم تكليفك دلوقتي ان حضرتك تكون رئيس لجنه اكتشاف او رئيس لجنه تقييم او اختيار لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، هل حضرتك الولد الصغير بيكون فيه ملاحظات او اختيارات معينه كابتن محمود صالح بيبص عليها ممكن تختلف عن الكبير اللي هو في العشرينات اللي هو ممكن يلعب فريق اول ولا الاثنين بيكونوا زي بعض؟ كابتن محمود بيبص على لاعب عامل ازاي
في المرحلتين عشان يتناسب مع امكانيات النادي الاهلي. شوف حضرتك، كل ما اللعيب كبر كل ما كان تقييمه اسهل. اسهل اسهل طبعا، تمام، لان انت كل ما بتكبر داخل في يعني اكتمال النواحي البدنيه. تمام تمام. نقول 17 18 سنه بتبتدي في الناحيه البدنيه بتقدر تكتمل بالظبط، فبتبقى تقدر انت بقى ايه تحكم عليه في حاجات كتيره، حتى على شخصيته وعلى ثقته في نفسه، حتى العوامل النفسيه بتبتدي مع مرور التدريب وكبر السن والنضج في التفكير، بتقدر نسبه الذكاء اللي عنده كل دي كل ما كبرت يعني نقدر زي ما قلت لحضرتك 17 18 سنه بتقدر تقيم بشكل جيد كويس. الولد الصغير ده لا بيبقى بيحيرك، لان انت ممكن ليه بقى يا كابتن بيحيرني؟ هقول لحضرتك حاجه، احسن لعيب في العالم ميسي ماشي كان عنده مشكله، هو كنت لسه حضرتك ما قابلتوش، طيب مشكله زي لو جه راح اختبار عندنا لمركز الشباب هيمشوه. طب يا كابتن ما قابلت ما فيش مره لاعب كان عنده مشكله وهو صغير يعني انا بتكلم لو في وحلتوها، ولا ما صدفتش ان يكون عنده لاعب مشكله عدم نمو بقى عنده مشكله تاخر في النمو وطفره النمو كل بقى يا كابتن الكلام اللي حضرتك عارفه ده حاجات مرتبطه بالجينات والصفات الوراثيه. قابلكوا يا كابتن حاجه ولا لسه ما قابلتش كابتن محمود صلاح واللجنه؟ هي بتعتمد، انت لازم توسع، عشان كده تحت لازم توسع القاعده شويه. يعني لو الفريق 18 سنه ممكن يبقى 20 25 لاعب، لو اللعيب لو الفريق 10 سنين ممكن توصله ل 40. عشان انت في حاجات في المستقبل ما تقدرش تحددها. المهاره موجوده، الذكاء موجود، بعض الصفات البدنيه موجود، في حاجات بتكتمل، القوه العضليه بتكتمل مع سن كبير، مش عارف الاسبرنت ممكن يبدا من 14 سنه يبتدي يظهر. تفاصيل يا كابتن دقيقه جدا جدا، واللي متابع كوره مش عارف ان في الكوره في تفاصيل كتيره جدا، علشان كده الامر صعب. الناس متخيله ان الموضوع سهل ان انت تختار لعيب، ده كابتن صعب جدا. صعب، وبعدين ممكن انت تروح في فتره الولد في خارج الفورمه الرياضيه. كنت لسه اقول لحضرتك، حصلت يا كابتن مع حضرتك موقف يعني ان حضرتك شفت لاعب حد قال لك اللعيب ده كويس، فحضرتك رحت اتفرجت عليه او اللجنه اتفرجت عليه مش كويس، وبعد كده حد قال لكم نفس الشخص لا لازم تتفرجوا عليه تاني عشان الولد فعلا لعيب كويس. بص يا كابتن، اللعيب السوبر سهل تختاره، حلو، واللعيب البعيد قوي سهل تختاره. تمام، احنا في النص يعني بقى، في النص بقى اللي هو بيديك ثلاثه مثلا واربعه، يديك اثنين ثلاثه درجات من خمسه، تمام، درجتين ثلاثه اربعه، ده بيحيرك شويه، فلازم تتفرج عليه اكتر من مره. يعني واحنا كقاعده لازم تتفرج عليه ممكن اقل حاجه مرتين، وممكن يكون ثلاثه، ممكن يكون اربعه حتى، لان انت زي ما قلت لك احيانا بتبقى الاختيار محير. انت ممكن حتى اللي ممكن يؤثر على اللاعب في مستواه الواجبات اللي واخدها المدرب، ممكن المدرب حطه في مركز مش ما يتناسبش مع امكانياته الحقيقيه، او امكانياته اللي يعني هو ممكن يدي لك افضل مكان يدي فيه سيرد باك مثلا، والمدرب بيلعبه خط وسط مثلا مدافع، الواجبات هنا غير الواجبات هنا، فممكن يحصل له خلل في المراكز. فانت لازم يكون عندك قدره على التقييم وعندك خبرات كتيره. يعني احيانا بيجي لنا لعيب مثلا بيلعب سيرد باك، انت تقول يا ده لو لعب وسط مدافع هيبقى رائع. يعني مثلا كان مدحت عبد الهادي ده بيلعب سيرد باك، عارف لو كان بيلعب وسط مدافع كان هيبقى عالمي، لانه بيمتلك بقى الجزئيه. هو بدا يلعبها على كبر تقريبا، لكن هو كان مميز جدا في الناحيتين، لكن نص يعني هو اتظلم صح، ولو في احتراف من بدري كان مدحت ده كان بقى حاجه كبيره قوي في الكوره، لان هو كورته كويسه، مهاراته كويسه، عنده سرعه، عنده قوه، عنده تصويب، وبيلعب بدماغه، يكمل في الهجمه، اداؤه سريع. يعني في حاجات تبقى مش موجوده في القلب الدفاع وممكن يؤديها بشكل كويس. يعني مثلا وائل جمعه ممكن يكون في المكان ده افضل من مدحت عبد الهادي في قلب الدفاع، انما في المكان ده لا طبعا كابتن مدحت تتفوق. تمام، فانا اقصد دي لازم يكون انت عندك برضو خبرات، احنا بقالنا سنين طويله في الكوره، فدي يمكن دي كوندي بتساعدنا. تمام، وهكذا يعني انت رؤيتك مش في المركز ده، انت بتشوف امكانيات اللاعب وممكن ترشحه في مركز ثاني يدي بشكل افضل. كابتن محمود صالح، هل حضرتك بتفضل ان اللاعب اللي حضرتك تتفرج عليه يكون عارف والمدرب بتاعه عارف علشان تعرف هل هيتحمل ضغوطات ان هو يلعب في النادي الاهلي، ولا حضرتك تفضل ان الولد في السن ده ما يكونش عارف علشان في ولاد صغيره لما بتعرف ان في حد جاي يتفرج عليها حتى لو اهلها يتوتر، ما يقديش بشكل كويس، يكون عصبي شويه، حضرتك فاهم يعني، عايز كله كوره
تجي له علشان يثبت نفسه للناس اللي تتفرج عليه. ازاي كابتن بتفكر؟ لا في سنه الصغير طبعا صعبه، ما بتقولش كل ولد ما كان سنه صغير هتلاقيه متوتر اكتر. اكتمال بقى الجانب الذهني بقى والتفكير والشخصيه وثقته في نفسه بتبقى صعبه شويه. في اولاد على فكره بيبقى مش فارقه معاهم سنهم صغير جدا وتلاقي عنده التفكير وعنده النواحي الفنيه وكل حاجه جاهزه، بس ده من النادر. احنا بنتكلم في الحاجه الشائعه، الظروف الشائعه. لا الظروف الشائعه بنسبه 80-90% لا، السن الصغير صعب تقول له ان في مدرب بيتفرج عليك وهيقيمك. برده ممكن هيتاثر، حتى لو كبير ممكن يتاثر، بس اللي عنده شخصيه كويسه وعنده ثقه في نفسه لو قلت له بالعكس هيدي بشكل افضل. ازاي يا كابتن الولد الصغير، وده سؤال مهم جدا، اكيد في اولياء امور بتتفرج علينا عندها اولاد صغيره بتلعب كوره، ازاي يكون عنده شخصيه او ولي الامر يخلق شخصيه للولد الصغير تكون شخصيه يعتمد على نفسه، يعرف جوه الملعب يكون ليدر او يكون قائد، يعرف ان هو يكون عنده قرار جوه الملعب، صاحب قرار، ما يكونش شويه خواف. ازاي يا كابتن ولي الامر يخلق دي في ابنه؟ هو اهم شيء ما تدخلش في شغل المدرب، هو ماليش دعوه بتقييم ابنه، يقول انت كويس وانت وحش وثلاث. اهم كلمه كابتن كل ولي امر شايف ابنه احسن لعيب في العالم، وانا عارف والله الكلام بالظبط. هو المدرب فاهم وعارف بيعمل ايه، بيحط له برامج وشايف ايه مشاكله ويقدر يصحح له اخطائه، يقدر بقى يديله يجهزه من الناحيه النفسيه والذهنيه والبدنيه والفنيه، وبرده ازاي يتحرك من الناحيه الخططيه. طبعا مع السن الصغير الحاجات دي بتبقى قليله شويه، بس انا وجهه نظر برده ايوه من خلال تجربتي الجوانب الخططيه لازم تتعلم من الولد من هو صغير. طب يا كابتن لو حظه ان هو مش بيتحرك ازاي؟ حد يا كابتن لو هو حظه ان هو مش موجود في نادي، حد يعلمه الحته دي يعمل ايه؟ ده موضوع تاني، بس هو الوضع الطبيعي المدرب المفروض يكون فاهم. تمام، ده الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي. طيب يعني بنتكلم ولد عنده موهبه بس ما عندوش حد يقول له كذا وكذا، ممكن يعني يتكلم معاه على قد امكانياته لحد ما ربنا يكرمه كابتن محمود صالح او اللجنه تشوفه وتخطفه وتودي النادي الاهلي. فهل ده كابتن يعني ممكن حضرتك يكون عند حضرتك حل لولد عنده بعض السمات والمهارات اللي موجوده، او عايز اقول لحضرتك ايه يعني بدايات ان هو لعيب كويس، فممكن ازاي نطور او شخصيته تبقى كويسه في الملعب لو ما عندوش حد يواجهه؟ هو بص، تكوين اللاعب الجاد اللي يقدر يلعب على المستوى الدولي ايوه ويمثل انديه كبيره ويلعب على مستوى البطولات عملناها في منتهى الصعوبه. احنا كابتن اتكلمنا فيها حلقه دي حلقه الدكتوراه اتكلمنا فيها كابتن كتير قوي. منتهى الصعوبه منتهى الصعوبه. في عوامل لازم تكون متوفره في المدرب، يكون يعلم المرحله اللي بيشتغل عليها ايه سمات المرحله دي وازاي يتعامل مع اللعيب وازاي انا بدرب 10 سنين مش زي ما هدرب 15 سنه، وما ادرب 20 سنه مش زي ما هدرب 15 سنه. لا كل مرحله لها سمات ولها لعب، لازم الاسلوب ازاي بتتبعه معاه، طريقه التدريب تبقى ايه، البرامج ازاي تحطها، ايه البرنامج اللي بتحطه، بحيث يبقى العمليه متدرجه دايما، ما تبقاش حتى لما تيجي تحط برامج تدريبيه تبقى فيها تدرج. النهارده هيتعلم ايه الجوانب الاسهل وبعد كده الاصعب فالاصعب. طب مابقاش مثلا عنده 10 سنين واعمل له اوفرات تقول له مش عارف اشترك بدماغك. المهارات السهله، المهارات بشكل متدرج عشان يكتسب ثقه في نفسه. تمام، بيجيد الجزئيه دي يبقى انتقل لمرحله ثانيه، انتقل لمرحله اصعب، انما ما ابداش بالاصعب. لا يعني هي محتاجه يعني يمكن تكون متوفره في الانديه الكبيره، انها في الانديه الصغيره هتبقى صعبه، في الاكاديميات هتبقى اصعب. صح. لان الناس غير مؤهله. يعني اتمنى اللي بيتولى مسؤوليه حاجه يقرا بقى، زي ما دي نقطه مهمه يعني نقدر نقولها. انت عندك عبء وانت عندك مسؤوليه، عندك اولاد هتدربها، اقرا، هات كتب، المكاتب موجوده فيها كتب، مش عارف تدريب من مرحله كذا لمرحله كذا، وضع البرامج من سن كذا لسن كذا، سمات المرحله دي ايه، في كتب موجوده بس ما فيش حد بيقرا. اقرا عشان انت مكلف بمهمه يا اخي، اشتغل فيها بذمه، بدل ما بتطلع لعيب كويس ممكن تطلع 3-4 لعيبه كويسين. كابتن محمود نروح للملف عشان الوقت بيجري معانا بسرعه، تعالى كابتن نروح لمباراه السوبر اللي جايه، وهي المباراه الاهم واللي عايزين نتكلم عليها شويه ونقف عندها ونتكلم شويه فني ونتكلم شويه كده يعني عن امور الخاصه بالمباراه. مبدئيا كابتن الاثنين اهلي وزمالك عندهم نفس الظروف، الاثنين كانوا بيلعبوا في افريقيا خارج ملعبهم، الاهلي كسب بثنائيه، الزمالك خسر بثنائيه لكن جاب هدف، فبالتالي هتسهل شويه الماموريه عليه في القاهره. لكن هل حضرتك شايف ان الظروف زي بعض، ان ممكن مباراه السوبر الزمالك مباراه افريقيا ما تشغلوش عنها وعن التفكير في التاهل لدور 16 لدور المجموعات في دوري الابطال، عكس النادي الاهلي اللي فاز بنتيجه 2-0 وهي نتيجه لحد ما على الورق مريحه، لكن
بدايه المباراه كابتن محمود صالح شايفها ازاي، وظروف الفريقين بشكل عام، ظروف نفسيه بدنيه فنيه، ممكن الكابتن محمود يقول لي الاجواء عامله ازاي؟ هي المباراه صعبه طبعا، ما فيش شك للفريقين، والاكثر جاهزيه والاكثر استعدادا للمباراه. في حاجات بتبقى غامضه بالنسبه لنا، يعني زي ايه يا كابتن؟ ممكن يكون غامض بالنسبه للمشجعين او الجمهور اللي دايما ما يكونش حاطط ايده عليه. انت عشان تقيم تتوقع اداء فرقه وتقدر تتكلم في الجوانب الفنيه وجاهزيتهم للمباراه من كل الجوانب، لازم تكون متابع التدريب. التدريب مش الماتشات يا كابتن محمود؟ ولو في ماتشات اتفرج. طب يا كابتن الاهلي، احنا الاهلي ما نرفلش التدريب. طب احنا ما شفناش ماتش الاهلي، لكن شفنا ماتش الزمالك. من خلال نتيجه المباراه ومستوى نادي الزمالك، هل تاني السؤال المكرر دايما اللي بيكون موجود في كل حته، هل مباراه الاهلي والزمالك تبقى مباراه خاصه، مباراه ليها تابع خاص في الاداء وفي النتيجه وفي المستوى، ولا ممكن تتاثر بعض الشيء بالمباراه اللي قبليها؟ لا، المفروض بترجع لشخصيه اللعيبه، وفي فروق فرديه بين اللعيبه وبعضها. انا ممكن اكون هزيمه خارج من هزيمه، انما لا زلت عندي ثقه في نفسي ومعنوياتي مرتفعه وعندي هدف عايز احققه، وممكن لعيب اخر زميلي وبيتمرن معايا كل يوم وممكن فاقد ثقته في نفسه وخايف بس دور مين يا كابتن؟ بس دي مش موجوده، المفروض دي مش موجوده في الانديه الكبيره، تكاد تكون يعني يعني موضوع متلاشي، يعني مش موجود. ممكن تكون موجوده في لاعب او اتنين مع التجارب، هتلاقي في الماتشات الكبيره والماتشات البطولات ما بيأديش بشكل جيد. اهميه المباراه كابتن محمود، هل هي مباراه الزمالك يثأر فيها لهزيمته الاخيره من النادي الاهلي، ولا مباراه بطوله سوبر وبالتالي ناديين اهلي او زمالك يبدا البطوله او يبدا المشوار الدوري ببطوله، ولا هي حضرتك شايفها مباراه يعني الفريقين كل واحد فيهم مركز في ناحيه ثانيه، وبالتالي سيناريو المباراه والاحسن والافوق زي ما احنا ما بنقول هو ده اللي هيقدر يتفوق؟ اعتقد هي الاهداف واحده واحده، ما بتتغيرش يا كابتن خالص؟ لا، الزمالك بيلعب على الفوز طبيعي. يعني يا كابتن عايز يثأر ولا عايز ياخد بطوله؟ ولا يعمل الاثنين؟ ولا يفرح جمهوره اللي ما قدرش يحقق لقب الدوري؟ انت المفروض بتفكر في كل ده. لا مش كل ده. تمام. انت بتفكر في ال 90 دقيقة انك تفوز. تمام. حلو. بس. طب ايه الدوافع يا كابتن اللي ممكن الاهلي والزمالك يفكروا فيها قبل الماتش اللي جاي اللي تخليهم عندهم دافع زياده ان هم يفوزوا باللقاء؟ ان الدوري مشواره طويل فلازم نبدا ببطوله عشان تدينا دافع معنوي في افريقيا وفي مشوار البطوله، ولا عشان جمهورنا بما انها مباراه ديربي، مباراه ليها بطوله خاصه وطابع خاص، الاهلي جمهور الاهلي لا يقبل الهزيمه من الزمالك وجمهور الزمالك لا يقبل الهزيمه من الاهلي، ليها كابتن حسابات كتير قوي يا كابتن محمود مش عارف ايه منهم. الدوافع الداخليه عند اللاعبين، التصميم، تحقيق الهدف، دي اهم نقطه، دي اهم نقطه. انا نازل لازم، انا عايز افوز طبعا. ده احنا 11 لعيب في الملعب، غير الناس اللي بره، غير الناس اللي بره التشكيل كمان. لازم تكون الدوافع واحده والروح تكون في قمه الاحساس بالمسؤوليه. بس انا دايما على فكره، ما اعرفش يمكن بجيبها من الذكرى، من يعني ماشي، ما هو طبعا يا كابتن دايما يعني في البطولات اقول لك لا، الاهلي جاهز والمعنويات مرتفعه، ده احساسي انا، احساسي هكون احنا اكثر تركيزا والدوافع عندنا اكتر ورحنا اعلى، ثقتنا في نفسنا تبقى اعلى، وانا احساسي كده. كابتن محمود بقى لنا كتير ما كانش يعني عشان عايز اروح للجمهور، عشان دي نقطه مهمه جدا قبل ما ارجع للتشكيل والفريقين والمدربين. اهلي وزمالك السوبر بقى لنا فتره، السوبر على طول بيتلعب بره مصر يا كابتن محمود، في الامارات دايما بيتلعب، اهلي وزمالك اتلعب اكثر من مره، اخر سوبر جمع بين الاهلي ومصر، النادي الاهلي هو اللي فاز على نادي المصري. لكن هل حضرتك وجود 10,000 متفرج، 5,000 و5,000، كابتن محمود صالح عايزه يتكلم في شقين، الشق الاول وجود الجمهور اهلي وزمالك في مباراه مهمه زي دي بعد سنين طويله جدا ما يكونش فيها جمهور، راي حضرتك فيها ايه؟ الحاجه الثانيه نصيحتك وكلامك وتوجيهاتك للجمهور الاهلي والزمالك، مش الاهلي بس. هو طبعا 5,000 اعتقد يعني عدد معقول يعني. يعني يا كابتن ماشي، يعني كبدايه كويسه مش وحشه خالص. احنا عايزين البدايه تبقى متدرجه. تمام. ومقوله برضو سمعتها من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الحقيقه قال لك الجمهور هو اللي يعيد نفسه. التزام الجمهور هو اللي هيعيد ويبقى الاستاد كله مليان. يعني مش بس سلوك اللاعبين هتفرق الحقيقه. انا اتمنى مثلا مع بدايه الموسم تتعمل مباراه وديه، يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده،
تتعمل ميكس بين الاهلي والزمالك. طب حتى تبقى ميكس. فاهم قصدي؟ يعني خمسه من الاهلي وسته من مش عارف من الزمالك والفرقه الثانيه. دي ممكن شويه يعني تقلل الحماس طبعاً. بص اللي موجود بين الجمهور ده عامل زي الطفل، اقل حاجه تاثر فيه. لو انت عملت مباراه دي هتلاقي الاجواء هاديه. حلوه كابتن المقوله دي يا كابتن. الجمهور عامل يعني احنا نازلين المباراه الفرقتين ينزلوا مع بعض. ينزلوا مع بعض يشجعوا جمهور الزمالك، الفرقتين يروحوا لجمهور الاهلي والفرقتين يروحوا لجمهور الزمالك. في حاجات بسيطة كده ممكن حصل يا كابتن. مرة واحدة كنت في استاد القاهرة، أنا فاكر لعيبة الزمالك، أنا بتكلم على الوقت اللي أنا كنت موجود فيه بشجع، يعني مش عارف قبل كده كان إيه اللي بيحصل، لكن جمهور يعني غير لقطة الكابتن خطيب والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاتة دي لوحدها على جنب، كان بتكلم الزمالك بعد ما حيا جمهوره راح حيا جمهور الأهلي، فدي كانت شوية بتقلل العصبية اللي موجودة بين الجمهورين يا كابتن، وبتحس إن لا الماتش جميل وهنستمتع والموضوع يبقى مفيش في اي صعوبات. طبعا. طب نصيحتك ايه للجمهور يا كابتن؟ وليه ما يبقاش ينزل الجهاز الفني معاهم؟ ايه المشكله؟ بالاحتياط بكله. يعني اذا كان موجود على الدكه 20 واحد معه و11 في الملعب، يعني كل فرقه في 30 واحد موجودين في الملعب، كلهم يروحوا ويشجعوا هنا ويشجعوا، سقفوا للناس. اعتقد دي هتهدي النفوس شويه. احنا هو احنا مش في حرب، احنا ده تنافس رياضي. لا الاجواء اصلا انا شايفها هي يا كابتن مفيش غيرها، السوشيال ميديا اللي مولعه الدنيا. بس ده امر مفروض علينا مش هيتغير يا كابتن. ماشي، بس الناس اللي تكون يعني اللي بيتفرجوا علينا يكونوا اهدى من كده شويه، ما يتعصبوش ما يتنرفزوش. الواحد يا كابتن محمود حضرتك عارف، انت كابتن محمود لو سبت نفسك في حاجات كتير جدا تعصبك، لكن انت كابتن ما ينفعش تتكلم لسببين. حضرتك ككابتن محمود صالح قيمه وقامه في النادي الاهلي، والحاجه الثانيه دور حضرتك في المجتمع ان حضرتك تهدي ما تولعش. هو طبعا ما شخص عادي بيقول حاجه على وسائل التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي طبعا لما يكون نجم كبير بيأثر، طبعا شخص عادي ممكن ما يأثرش، انما هي يعني هي هنا التصرف لما يجي من نجم كبير وليه اتجاه سلبي بيأثر بشكل كبير، وبرده لما يكون ليه تأثير ايجابي بيأثر بشكل كبير. طب ده دور بقى الاسامي الكبيره والمسؤولين واللعيبه الكبيره ونجوم الفرقتين القدامى والحاليين لما يطلعوا في وسائل التواصل الاجتماعي يطلعوا يتكلموا بشكل كويس وبحياديه، ما بقاش يعني ان انا عشان انا اهلاوي وباين ان انا متعصب واحنا لا، دي مش ما بقاش كده يعني. احنا الاعلام يا كابتن ليه دور؟ طبعا يعني في برامج رياضيه السوشيال ميديا. طبعا في برامج رياضيه بتعمل ايه يا كابتن؟ طبعا في برامج بتبقى متعمده انها تشعل الاجواء كلها بقى. تولع كابتن. طبعا الهدف يا كابتن مش عارفين يعني، احنا حتى هنا بنطلع لما نيجي نتكلم، انا اتكلم عن نفسي انا يعني، الموضوع كابتن مش مستاهل، الموضوع بسيط جدا، احنا على طول دايما بنتكلم براحه وبعقل وبهدوء، دايما عايزين نهدي الاطراف عشان ما يحصلش كارثه. يعني يا كابتن كفايه كارثه مباراه الاهلي والمصري اللي حصلت واستشهاد جمهور النادي الاهلي، فليه مصممين على نفس النهج ونفس السيناريو اللي احنا نسخن ونشعل ونولع؟ موضوع يا كابتن احنا بنتكلم في حاجات مهمه وبنتكلم في حاجات تفيد المشاهد المصري سواء اهلي او زمالك. حضرتك اكيد مشجع الزمالكاوي بيتفرج علينا والاهلاوي بيتفرج، فده يستفيد وده يستفيد. صح، قناه الاهلي مليانه ناس زمالكاويه بيتفرجوا على قناه. صح، مفيش مشكله. انت قدوه، انت بتمثل اكبر قمتين في مصر، فلازم انت كل حاجه محسوبه عليك، اي سلوك محسوب عليك، اي تصرف محسوب عليك. فان شاء الله نصيحتك هي زمان كانت الجماهير بتقعد مع بعضها زمان بقى كده. وبعدين قسموا على في فتره السبعينات تقريبا الستينات الجمهور ما فيش جانب اهلي وجانب زمالك. بس زمان يا كابتن محمود ده خلاص. الموضوع التفرقه وان الموضوع ولعيبه الاهلي تلاقي قاعده في نادي الزمالك يعني دلوقتي يا كابتن لو لعيب في الاهلي يعني بتكلم قصدي طبعا اهلي قاعد في الزمالك تصور على طول خيانه. ما ينفعش والله يا كابتن. طيب نصيحه الكابتن محمود صالح برضه للجمهور الاهلاوي والزمالكاوي اللي هيكون موجود في المباراه. التزام، انتوا بتمثلوا انديه كبيره، اكبر انديه في افريقيا، اكبر انديه في الوطن العربي، انديه لها تاريخ طويل. انت سلوكك يا اخي مع نفسك حتى يعني، انت السلوك الكويس يعني مش مساله كوره حتى، بتاخد عليه ثواب يا اخي يعني. حتى من الناحيه الدينيه فوت سلوكك يبقى كويس، أي حاجة لا لفظ وحش ولا تعتدي على حد ولا ليه؟ كابتن محمود صالح، مباراه الاهلي والزمالك هل هي مباراه داخل الملعب ولا مباراه خارج الملعب؟ والكابتن محمود صالح ممكن يقول لي نسبه الملعب قد ايه ونسبه خارج الملعب؟ طبعا خارج الملعب بتكلم على المدربين وعلى الافكار وعلى قرايه الملعب وعلى التغييرات وعلى الكلام الكوره اللي حضرتك عارفه، فممكن كابتن محمود يقول لي جوه الملعب قد ايه وبره الملعب قد ايه؟ الاجهزه جديده ماشي، جهازين جداد
انا شايف دور اللعيبه من 70 لـ80%. مدرب واعكس بقى يعني من 20 لـ30 دور الجهاز الفني. هل حضرتك شايف ان مواجهه سربيه سويسريه هل ممكن يكون في يعني فكر يسيطر على فكر ولا الامور بما ان هم اثنين جداد وبالتالي لسه هيكتشفوا بعض، لسه مش عارفين نقاط وقوه بعض؟ الزمالك عنده مشكله ان هو مش عارفش يلقى الاهلي الاخير، وبالتالي ما عندوش اي تجميعات على النادي الاهلي، النادي الاهلي اتفرج على نادي الزمالك، وبالتالي نادي الزمالك حط مستر فايلر حط ايده، مش ده مش ماتش واحد، ده لعب الزمالك ماتشين تقريبا، ماتش بيراميدز في الكاس، ولعب نهائي في ماتش نهائي الكاس، ولعب كمان في افريقيا، وبالتالي مستر فايلر عنده لقاءين مع ميتش مدرب الزمالك، فهل ده يختلف يا كابتن محمود كمدير فني وتقييمه للفريق المنافس؟ مفيش شك، طبعا هو هيتابع وهيدرس وهيعرض الكلام ده على اللعيبه. المهم اللقاء الاخير للزمالك مش مقياس. مش يعني مستوى. طب نهائي الكاس؟ لا يعني اقصد مستوى الزمالك كان سيء. انا بتكلم عند اللعيبه. هو كابتن بتكلم ليه على ماتش بيراميدز؟ الزمالك كان كويس. وانت لما تيجي هتقابل فرقه على بطوله. هيشوفوا الفرقه دي في ايه؟ في افضل حالاتهم ولا اكيد في افضل حالاتهم. اه كابتن الاثنين، يعني المدرب يتفرج على الحالتين عشان يبقى عارف. لا لازم تتفرج على افضل حالات. افضل حالات، مفيش مدرب يقول لك انا هاكد واشوف الزمالك وحش. طب ممكن يا كابتن مدرب يقول الزمالك وحش ليه؟ هل ممكن يكون عنده مثلا ان ما شاركش اللعيب الفلاني عشان يريحه عشان ماتش الاهلي؟ احنا ممكن الاهلي والزمالك بيقابلوا وبيشوفوا بعض طوال الموسم، مفيش مشكله. ماشي. انما انا بعد لمباراه الزمالك دلوقتي. لا لازم اتفرج على الزمالك في افضل حالاته. ممكن هلاعب الاسماعيلي وممكن وانت اللعيبه مباراه للزمالك مذاعه بتتفرج عليها، ممكن تبقى عادي. انما تركيز واعداد لمباراه لا، لازم تتفرج على الفريق المنافس ليك في المباراه القادمه اللي بعد يومين او اربع ايام او خمس ايام اللي هي جايه مباشره. تتفرج هم في افضل حالاتهم، مش لازم الفتره دي اجيب حتى من ماتشات الدوري. لازم في افضل الحالات طبعا، مفيش شك. طيب يا كابتن هنتكلم شويه، هنحاول على قد ما نقدر نتكلم على حته التشكيل بشكل عام. مش هتكلم حضرتك على التشكيل باسامي او بمسميات معينه سواء اهلي او زمالك، لكن هل حضرتك تعتقد ان مستر فايلر ممكن يبدا تشكيل مباراه السوبر اللي جايه بنفس تشكيل ماتش افريقيا الاخير، ولا ممكن يكون في بعض التغييرات زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه، ولا ثبات التشكيل ده شيء مهم، ولا مش قاعده ثابته او مش قاعده لازم تكون موجوده على طول ان يثبت تشكيل؟ وكمان تأكد لي على بديل أيمن أشرف، هل وجود ياسر إبراهيم ده بنسبة كبيرة هو اللي هيكون موجود، ولا ممكن نلاقي مفاجأة؟ لا هو مش هيقدر يعني في فترة قليلة يجازف، وهيبقى ياسر إبراهيم هو الأقرب زي ما قلنا. رامي ربيعة راجع من إصابة. طب التشكيلة يا كابتن؟ التشكيل ده يعني ممكن يكون 80% 90% هو اللي بدأ بيه الماتش اللي فات. ممكن يكون هو ده التشكيل يا كابتن. ده طب طبعا وجهه نظر حضرتك الكرويه الفنيه، هل حضرتك شايف ان ده التشكيل الانسب، ولا ممكن بعض العناصر اللي ممكن تخش ويبقى ليها يعني مثلا هل حضرتك متفق على مروان محسن ان هو يبدا من البدايه، ولا صلاح محسن بما انه ادى في اخر لقاءاته وهدف ممكن يكون له دور من البدايه؟ هل حسين الشحات هل حضرتك شايف له دور من بدايه المباراه، ولا يكون موجود على المقاعد؟ ممكن يبدا. ممكن مروان محسن اكيد هو اللي هيبدا. اكيد هو اللي هيبدا. طب ليه يا كابتن احساسي؟ طب ليه ايوه حضرتك قلت احساسي. طب احساسك الفني بيقول ان هو بالك احيانا الواحد احساسه ما عرفش يفسره. صح يا كابتن. يعني حضرتك زي ما حضرتك قلت انت احساسي على الاهلي ان هو اجهز ومعنوياتنا احسن، بس لازم المدرب يكون عنده احساس. يعني رؤيه باحساس مش رؤيه واقعيه. انا شايف اللعيب ده بيأدي كويس واجيبه او هو ارشحه للمباراه. ممكن الاحساس ده ما اعرفش افسره. طب يا كابتن يعني نقفل مباراه الاهلي والزمالك، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا لنادي الزمالك برضه، تطلع مباراه تليق بالقمه المصريه. كابتن محمود ملف منتخب مصر عشان برضه ايه يعني ده ملف مهم جدا، كل يوم يا كابتن بنصحى وبننام على اخبار كثيره جدا، اختيارات كثيره جدا، وتصريحات غريبه جدا، ويعني بسم الله ما شاء الله عندنا محللين على السوشيال ميديا بشكل كبير، الناس دايما بتحب تقول حاجه وتنتقدها في نفس الوقت، عايزين نشوف وجوه جديده. طب وجوه جديده ازاي؟ يجي هو ما عندوش خبرات. كابتن محمود صالح راجل لاعب دولي وراجل لاعب كبير في النادي الاهلي، راي حضرتك في الملف المطروح لاختيار مدير فني منتخب مصر، هل حضرتك شايف ان الاسماء اللي موجوده هل دي اسماء تستحق تكون موجوده على الساحه طبعا، ولا ممكن يتم اضافه اسم او اسمين علشان حضرتك شايف ان هم دول انسب لقياده المنتخب في الفتره اللي جايه؟ هم حصل الموضوع في اسامي محدده، هم قالوا طب نقول احنا في قال الكابتن حسن شحاته بالظبط، والكابتن حسام البدري، والكابتن حسام حسن، والكابتن ايهاب جلال.
بالظبط. واعتقد انا اسامع الله اعلم يعني يمكن الاقرب هو ايهاب جلال. بص يا كابتن حضرتك قبل ما نخش دلوقتي لقينا اختلاف في مجلس اداره اتحاد الكوره على اختيار الكابتن ايهاب جلال او كابتن حسام حسن، وان مين كلم الكابتن حسام قال له تاخد مين معاك في الجهاز، قال له انا عايز الكابتن ابراهيم معايا ده اهم شيء، قال له طيب خلاص اتفقنا. الكابتن ايهاب جلال انا بحرك الكلام اللي بيتقال انا ما عنديش معلومه مؤكده خالص، كابتن ايهاب جلال مصمم على جهاز فني محدد الكابتن محمد ابراهيم والكابتن مصطفى كمال، كابتن عماد متعب هيكون موجود، مدير المنتخب الكابتن محمد شوقي يكون موجود، سمعنا كلام الكابتن عبد الظاهر السقا هيكون موجود. بص يا كابتن كلام رايح وجاي، انا عايز ابقى رايح راجع في الملف. ما هو كل واحد ليه حد ليه علاقه بيه ممكن يرشح حد. طب يا كابتن هي ليه علاقه ولا كابتن يعني سي في؟ ايه يا كابتن؟ هي بص شوف عايز اقول لحضرتك حاجه. الفرقه فرق المستوى او الاداء مستوى اداء الحالي للمنتخب مصر نقدر نقول متوسط، ما هوش جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز. فالمطلوب انا شايف الاكثر خبره في الاسامي المرشحه دي، خبره في الملعب ولا خبره في التدريب وبطولات واسم وتاريخ. انما يعني يمكن انا شايف انا رايي الشخصي هو الاقرب لو انا ليا يعني اختيار لا اقول حسام البدري. تقول كابتن حسام البدري. حضرتك شايف ان نجاحته مع النادي الاهلي تؤهله الى قياده المنتخب فنيا وحقق بطولات مع النادي الاهلي وحقق بطولات صعبه وحقق افريقيا طبعا في ظروف صعبه انت جدا. عايز حاجه تسند عليها. طيب بص يا كابتن انت عايز حاجه تسند عليها. طب تجربه الكابتن سواء تاريخ بطولات حسام يقدر حسام البدري عنده حتى حقق بره مريخ السوداني حقق بطوله وبطولات كتيره حتى هو كان مدرب عام وبعد ما مسك هتلاقي بطولات كتيره ممكن يكون حقق له 15 بطوله مثلا تجربه الكابتن 20 بطوله الجمهور يقول لحضرتك تجربه الكابتن حسام لا انا بكلم الفتره ديت في وضع المنتخب ده ومستوى الاداء بتاع المنتخب ده نقدر نقول متوسط او اقل متوسط لازم محتاج حد يكون داخل بقوه وبثقه صح يا كابتن تمام عارف لو المنتخب ده اداؤه عالي وحد استلم مثلا بعد الفتره بتاعت الكابتن حسن شحاته قد يكون لو في فتره زي دي مشابهه وهم يعني في حظوظ اكتر لايهاب جلال مفيش مشكله ايهاب جلال يمسك مع جيل قوي حقق بطولات كتيره وثقه يقدر يحقق انما انا شايف في المواقف الصعبه انت محتاج واحد يكون ليه تاريخ قوي يقدر يسند عليه داخل بقوه مش داخل انا عايز اثبت للناس ان انا مدرب كذا وصفاتي كذا وكفء من الناحيه الفنيه والوعي والتكتيك لا ده انا المفروض الحاجات دي تسبقني واعتقد دي متوفره في حسام حسن سوري في حسام البدري. طيب يا كابتن هل لو الجمهور انت عايز يعني خالص لو الجمهور جه قال جمهور الكوره مش جمهور يعني فصيل معين قال لحضرتك ان كابتن حسام كان ليه تجربه مع المنتخب الاولمبي وما نجحش فيها فممكن الكابتن محمود يرد عليهم ويقول لهم ايه ده مش مقياس او الاعمار او العمر السني للمنتخب الاولمبي مثلا ما كانش دي تجربه من ضمن التجارب بتكلم في كده انا مش هنجح طول في كل حياتي يعني خد بالك موضوع الاعمار السنيه ده صعب برضو يعني بعد 17 سنه ما فيش بقى كشف طبي بتحديد الاعمار والكلام ده فهتلاقي ال 97 دول مثلا لو افترضنا ان هم 20 سنه هتلاقوا فيهم 23 و24 و25 في افريقيا فرقه 99 اللي هي كانت داخله على بطوله 20 سنه كانت عندها 19 سنه وهتلعب بطوله افريقيا 20 سنه اللي كان متولي المسؤوليه الكابتن حمد الصيد اللعيبه وهي كانت بتوع 97 وهم بيلعبوا 99 يعني وهم بيلعبوا بطوله 97 كان الباسبورات بتاعتهم معموله 99 عشان يلعبوا البطوله دي ويلعبوا البطوله دي تمام يعني بتبقى خادعه شويه موضوع الشباب والناشئين في كلمه تزوير صعبه بس هي تزوير تزوير في الاعمار السنيه يعني لا دي موضوع تاني خالص دي موضوع تاني ليها مشاكلها دي لوحدها عشان موضوع الاعمار السنيه طيب يا كابتن يعني برضه مش مقياس يعني لقياس مستوى مدرب او حاجه مش مقياس حقيقي يعني طيب اخيرا يا كابتن برضه عايز اعرف راي حضرتك في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام الاهلي عنده اول مباراه ان شاء الله هتكون يوم 23 امام سموحه في استاد الجيش ببرج العرب راي حضرتك في بدايه النادي الاهلي والقرعه الاهلي عنده سموحه اسوان الجونه دجله يعني بنتكلم على لقاءات
يعني قويه، لكن لقاء الزمالك هيكون اللقاء الرابع. فشايف حضرتك القرعه قرعه مش موجهه، قرعه بتحط اهلي وزمالك في المباراه الرابعه، اهلي وزمالك في اقل من شهر هيلعبوا مرتين ضد بعض. هل حضرتك شايف البدايه الاهلي امام سموحه البدايه تكون عامله ازاي؟ هو في ناس اغلب الناس يقول لك اصل اول مباراه في اول اسبوع او اول مباراه في الدوري اصل الفرقه لسه مش جاهزه، بعد تاني اسبوع الفرقه مش جاهزه، اصل الفرقه عايزه اربع خمس مباريات. صح. لا الكلام ده غلط. مش صح. تمام. انا بقول لك صح طبعا. يعني الكلام ده غلط مفيش شك يعني. انت بتحط بتخطط تمام مستوى تدريبك والاحمال التدريبيه. صح. والبرامج التدريبيه، انك مع صفاره الحكم مع اول ثانيه بتبقى في التوب فورم بتاعتك كل لعيبتك. دي مسؤوليتك. انما مش لازم استنى عليك ست اسابيع تقول لي بقى ولا خمس اسابيع لما اللعيبه بتجهز. فانت بقى هتلاعب مين؟ دي مش مشكله، انا مش شايفها فيها مشكله. فرقه قويه فرقه ضعيفه المفروض ان تكون في افضل حالاتك. حالتك مش حاله تدريبيه، ده الحاله التدريبيه المثلى المثاليه اللي هي الفورم الرياضيه تبقى في اعلى مستوى ليها. فانا الجدول بقى زي ما يطلع كده انا جاهز. مش هقول لك اصل اول ماتشين يا كابتن في الدوري، انا محظوظ في الدوري الانجليزي بداوا الاسبوع الاول كانك كابتن في الاسبوع ال20. شفت يا كابتن القوه والحماس عامل ازاي؟ ما ده اللي اتعلمناه. يعني ده اللي اتعلمناه، انك تبدا مع اول دقيقه مع اول مباراه رسميه كل اللعيبه في افضل حالاتها في التوب فورم بتاعها. انما ما فيش بسيطه بقى يعني لو تجي لنا فرق بسيطه او فرق اقل شويه مع البدايات قبل ما نجهز بدنيا ونجهز، ما انت تعمل ايه؟ انت بتخطط ليه؟ ليفربول جاب 97 نقطة وخسر بنقطة. ما فيش يعني في الأربع دوريات التانية الإيطالي والإسباني والفرنساوي والألماني البطل ما جابش 97 نقطة. يعني البطل ده ليفربول جاب 97 وخسر البطولة. بالظبط. فاحنا بنتكلم كابتن مباراة نوريتش سيتي مع المان سيتي. شفتها كابتن الفرقه صاعده بالدرجه الثانيه. بص الاداء عامل ازاي. بس عايز اقول لك على حاجه كمان بقى، الجميل ان نورويتش سيتي كسب خسر المباراه الاولى امام ليفربول باربعه وخسر من تشيلسي بتقريبا ثلاثه او اربعه. تمام. فالمدرب بيطور من نفسه وعارف ايه اخطائه بدا يشتغل عليها، وكمان مجلس الاداره او مش مجلس الاداره، الناس المختصين بكره القدم في نورويتش سيتي صبروا على المدرب، ما فيش اقالات، ما فيش يا كابتن بقى كلام سلبي في ما انا بقول لحضرتك ده حاجه غريبه جدا. بيلعبوا اقوى فرقه في العالم السيتي يا كابتن. اقوى من برشلونه يا كابتن وريال مدريد السيتي. يعني بنقول من اقوى فرقه. انا بسال يا كابتن. لا انا بسال يعني حضرتك بتشوف جوارديولا فنان عالي قوي كده لدرجه ان حضرتك تقول عليه اقوى؟ لا، في وجود ميسي طبعا، وجود كريستيانو ورونالدو، لا كان اعتقد يعني نقدر نقول برشلونه سابق بخطوه بخطوتين يعني، انما هي من اقوى الفرق في العالم. لكن يا كابتن الدوري ان شاء الله الاهلي يستعد لايا كان مين هو القرعه، ايا كان مين هو هيجي الفريق. مدرب برضه يطلع وهيجي مذيع بيعلق ويقول لك اصل احنا في اول اسبوع في الدوري لسه الفرق ما جهزتش. خلاص نتفرج على الماتش من غير صوت يا كابتن. لا لازم اللعيبه، لازم انت مسؤول عن فرقه، لازم من اول دقيقه تكون مجهز الفرقه في اعلى مستوى. كابتن محمود صالح بشكرك شكرا جزيلا يعني شرفتنا ورتينا. انا مستمتع بوجود حضرتك معايا يا كابتن محمود. انا مستمتع معاك. ربنا يخليك يا كابتن محمود، ما تحرمش حضرتك ابدا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من الاهلي الليله، لسه مكملين معاكم في قناه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم متعودين الساعه 11 ان شاء الله برنامج ملك وكتابه تستمتعوا بيه زي ما احنا دايما بنستمتع بيه. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.